بعد رجعت فخر الدين شو بدك تقول؟ أنا اللي بخدمته وليد اعتبرني غريب وسلم كل المراكز لأهل البلاد. شيل الحكي ما بينقال وانكشف قدامي ومثل الصفحة المفتوحة خليني أراك. غير الخيبة ما عندي، وقد ما في بقلبك في بقلبي أكتر. غلطان اسطنبول، رجعت فخر الدين مش لصلاحها، مفتكرته معها هو مع حاله. وأنا هيك بقول. وبدك تسكت؟ بدك ترتاح فيت شجر الزل وتسكت؟ بيك خيك ومرا كبار وينهم؟ ليش سكتوا؟ ليش صاروا مثل السيوف العتيقة المرمية بالأبية عتيقة؟ نمتوا قبل النوم وغمطتكم الحسرة. قوموا صرفوا على العالي، الناس اللي حوالينكم وينهم؟ راحوا الناس من حوالينا، لحقوا صوته، كراسينا عم تتزعزع تحت منا. فخر الدين مش عم بعرف كيف سرق كل الاشياء، حب الناس والنفوس والطاعة. أميرة منتهى، يا ترى بصوتك في رن التسليم؟ كجك أحمد، ما في وقت نكابر على حالنا، خطر المير بيطالكن انتو أكتر ما بيطالنا. هالرجعة اللي رجعها، المشاريع اللي طرحها، الكلمات الغريبة اللي شعل فيها الناس، بده يعمل جيش يسلم الأهالي سلاح براج لاعش سورة. عبكير لازم تتدبر القصة. أنا علي باسطنبول يومية تقرير وكلمة مسمي خلف الكلمة، أفاعي بسلال الورد وإبر بحرير حتى تحب النار وينقلبوا على المير ويصير اللي بده يصير. وإنتم؟ نحنا كنا وبدنا نبقى ضده. إذا أنتوا هدنتوا نحنا مش رح منهادن، إذا بيجي وخيي سكتوا أنا مش رح هادن، ولو ما بقي غيري أنا إلا ما أخد الحكم. رفعت أفندي، نظمي أفندي، بيظهر إنه المير بدي بسرعة ولازم نحنا نبدأ بسرعة. رتبت القضايا؟ كل شي ترتب. قرب يا نظمي أفندي. بياعين بضايع متجولين؟ هيدي أحسن خطة، إذا عملنا بياعين منصير نقدر نفوت على كل ضيعات، على كل شارع، على كل البيوت. إشاعات في، معلومات في، بيعرف شو بيصير، كتابة تقارير. كويس كويس يا رفعت أفندي ويا نظمي أفندي، أنتو العين الخفية للدولة العلية، بدي مطرح ما توصالوا تنشروا الخوف والقلق، تحرضوا الناس على المير ومن كل البيوت تطردوا له خياله. خلي الحمام الأبيض اللي بياخد وبيجيب مكاتيب يكسر السيوف الحادة بريشه الأبيض.
شمس الجاي من البحر، شمس الجاي من الليل، وين